مشاهدينا ننتقل الآن إلى المسرح الرئيسي لمتابعة جلسة حوارية تحت عنوان الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام، ويشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. نتابع المستقبل، كيف تشوف الذكاء الاصطناعي في الإعلام مستقبلا وليس الآن؟ رح نرجع إلى الخلف بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حقيقة يسعدني ويشرفني أن أكون موجودة هنا على هذه المنصة، منصة عالمية من الدرجة الأولى تجمع أبرز المفكرين والعقول والمؤثرين في مجال الإعلام. ويمكن أول سؤال سألتني إياه الحين سؤال صعب جدا، لأني أخاف أني أزعل حد من الحضور أو أني أخوف حد من الموجودين، ولكن الواقع هو إن الذكاء الاصطناعي بيغير كل المجالات، بيغير مجال الإعلام، بيغير مجال الإبداع، بيغير المجالات المختلفة. اليوم يمكن نرى بدايات التغيير وبدايات التأثير، وبدايته في بعض الإمكانيات اللي عند نظم الذكاء الاصطناعي. اليوم بإمكان أي شخص أن يكتب عبارة وأن ينتج صورة كانت تحتاج مصور بكاميرا يمكن من الطراز الأولي أو من أفضل المستويات أنه ينتجها، وبإمكانه أيضا أنه يعيد إنتاج الصورة مرة مرتين وثلاث تطويرها. في توقعاتي السنة الجاية بنشوف نفس القدرة في محتوى الفيديو، فالشخص بيروم يكتب عبارة ويستخرج من هذه العبارة فيديوهات، بإمكانه أن يدمج هذه الفيديوهات ويخلق محتوى. وأيضا بإمكاننا اليوم مو في المستقبل أن ننتج محتوى صوتي، ننتج أيضا السكريبت نفسه للمحتوى هذا. فكل المجالات بتتغير بمراحل. المرحلة الأولى هو إنتاج المحتوى نفسه، المرحلة الثانية هو أيضا في التعامل بين صانع المحتوى والجمهور. فبعطيك مثال في هذا المجال، في ممثل اسمه ويليام شانتنر، حد منكم سمعنا من ستار تريك؟ لو حد منكم يكتب اسمه ويكتب AI عدال اسمه بيلقى ان في منصة موجودة اونلاين الحين على جوجل تقدرون تلقونها، ان الشخص يدفع $500 والشركة هذه تنتج أفاتار للشخص هذا، الناس يرمون يسألونه أسئلة ويجاوب على أسئلته. ففي المستقبل شخص مثل واحد من المؤثرين اللي موجودين في القاعة اليوم بيقول أنا تعبت أني أطلع قدام الكاميرا وأتم أسوي محتوى وشيء من هالأشياء، بسوي لي أفاتار، والأفاتار هذا بيتعامل مع الناس ورم أدفعهم بعض الأموال على أنهم شو يتعاملون معه ويأخذون منه معلومات وأيضا يشاركون أفكارهم وآراءهم وغيره. فبتكون عندنا أيضا أساليب جديدة لتوفير المحتوى الإعلامي وتوفير أيضا المحتوى للناس وتجارب مختلفة ما كانت موجودة في الماضي. طيب هذا كلامك يخوف، لأن الإعلاميين اللي موجودين هنا ممكن يفقدون وظائفهم، خصوصا مع إمكانية الذكاء الاصطناعي أنه يولد المحتوى الكوبيرايت، أنه يولد الصورة والفيديو والصوت. فشلون تعطي أمان كشخص في الحكومة؟ أوكي، أولاً أنا ما أتوقع أن الناس بيفقدون وظائفهم، أتوقع أن أي شخص ما يتأقلم مع هذه المتغيرات، ما يستفيد من استخدام هذه المنصات بيفقد وظيفته. أي شخص بيتعامل مع المتغيرات هذه بشكل إيجابي بيخلق له فرص كبيرة وعديدة. وبعطيك مثال، إذا نتكلم عن الإبداع، الإبداع في الماضي كان في الرسم، صح أن شخص يرسم لوحة فنية. إذا نتكلم عن الرسم والفن، قبل 2000 سنة اللوحة الوحدة أن حد يرسمها كانت تتكلف مبالغ مهولة، لأن كل بيجمنت كل لون كان عبارة عن شيء صعب الحصول عليه والوصول إليه. يعني مثلا اللون الذهبي كان ذهب، اللون الأحمر كان يستخلص من منطقة معينة، حتى مثلا في اللون النيلي يسمونه كان يجي من منطقة النيل، يعني كان في حشرات معينة وبعض الأشجار المعينة وغيرها. فتكلفة الرسم الوحدة كانت تعتبر بمبالغ اليوم بالملايين. إذا
قدمنا الوقت إلى قبل 600 سنة أيضا كان تكلفة الرسم عالي جدا. كل بيجمنت كل لون، وكان الإبداع في اختيار الألوان. فتلقى أن من كل منطقة في العالم سواء من آسيا أو من أوروبا أو من أماكن ثانية الفنان يكون فنان يقدر أن يمزج الألوان، يقدر أن يستخدم مواد مختلفة. ففي البدايات كانوا يستخدمون البيض لدمج اللون وجعل أنه يقدر يلصق على اللوحة أو على الورقة. انتقلوا في أوروبا إلى استخدام الزيوت، كانت الزيوت مكلفة، فكانت من التحديات أنه صعب أن الشخص يدخل في الفن. اليوم أي شخص في هذه القاعة قادر أنه يشتري الألوان هذه وأنه يستغلها وما يكلف الموضوع 10 دراهم أو 20 درهم أو 30 درهم. هل وصول المجتمع والعالم إلى الألوان وإلى الفرشاة والأمور الثانية اللي تحتاجها أنك تكون فنان وتوفير هذه الأمور بشكل سريع ومتوفر وبسعر رخيص أثر على الفنانين وأثر على الفن؟ رأيي أن عدد الفنانين في العالم اليوم أكثر بكثير عن عدد الفنانين اللي كانوا موجودين قبل 500 سنة. تكلفة الفن زادت ما نزلت، يعني لو حد اشترى لوحة من بيكاسو قبل 100 سنة وإذا يشوفون أسعار البيكاسو اليوم الأسعار زادت بشكل كبير، مع أن الفن اليوم في متناول أيادي كل شخص. اللي بيحصل أن أساليب الإبداع، أساليب التواصل، طريقة المحتوى بتتغير بشكل كامل وبتم تتطور. اليوم تطورها في استخدام نظم ذكاء اصطناعي لإنتاج المحتوى، بعد فترة قصيرة بيكون الـ يمكن التطور الكبير اللي بنشوفه وصول الناس إلى المحتوى في عالم افتراضي مختلف. فإن الواحد يلبس الأبل فيجن برو أو يلبس الأوكيليس أو شيء من هذه النظارات وإن يقدر يشوف محتوى مختلف، الإكسبيرينس ماله أو تجربته تكون مختلفة تماما، وأيضا يعني تكون هذه روحها عبارة عن تجربة مثل أن الشخص يصير ملاهي أو الشخص يسافر أو يجرب شيء جديد. طيب برجع حق نقطة ذكرتها، طبعا أنا تعرف رأيي، أنا رأيي أن الوظائف راح تخسر، ويمكن أنت عندك وجهة نظر في هذا الموضوع، بس أبي أسحبك إلى نقطة ثانية وهي أن بجملة واحدة مثل ما ذكرت الواحد يقدر يسوي برومت ويطلب الطلب اللي يبيه ويخلص. أنتوا الحين مسوين 1 مليون برومتر، ليش تسوون 1 مليون برومتر مع أن إحنا كلنا نعرف نكتب برومتس وناخذ الأمر ونخلص الموضوع هذا، ليش تبون 1 مليون برومترز؟ السبب الأساسي يمكن هذه المبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد بيه حفظه الله قبل أسبوع، والمبادرة تعليم 1 مليون شخص القدرة على كتابة الأوامر لنظم الذكاء الاصطناعي. هل هذا شيء صعب؟ بعض الناس يمكن يقول لا، كتابة الأوامر شيء سهل، ولكن الذكاء في إطلاق مبادرة مثل هذه اليوم الاستفادة بتكون للأسرع، للأكثر استخداماً لها المنصات، اللي يتعامل معاها واللي يعرف فرصها وتحدياتها وقدراتها وأيضاً الأشياء اللي ما تقدر تسويها. خلال 3 سنوات بيكون عندنا في دولة الإمارات 1 مليون شخص يعتبر خبير في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي. شو اللي بيحصل؟ إنتاجية هالمليون شخص بيكون 10 أضعاف أو 100 ضعف أي شخص ثاني. إذن نرجع شوية، شركة أبل قيمتها بالتريليونات، عدد موظفينها 120 ألف شخص. لو أبل كانت دولة بتكون من أصغر دول العالم، ولكن ناتجها الاقتصادي أكبر عن أكبر دول العالم. اليوم بمبادرة واحدة، وهني الذكاء، بمبادرة واحدة قدرت أنت اليوم تزيد كفاءة 1 مليون شخص في مجتمعك. سترى في فترة قصيرة أن مدينة مثل دبي ودولة مثل دولة الإمارات بتقدر أنها تضاهي وأيضا تتخطى دول أكبر وتخلق اقتصاد، وخلنا نقول عائد اقتصادي كبير جدا. فهل هندسة الأوامر هو المستقبل؟ يمكن لا، يمكن بعد 5 سنوات يوصل الذكاء الاصطناعي إلى درجة أن نحط شريحة في مخنا وخلاص النظام يفهم من المخ يعني دايركت بشكل مباشر. ولكن الفائدة اليوم هو التحرك بشكل سريع وبوتيرة سريعة جدا، وأن المجتمع يكون جزء من الفائدة. مب اليوم عندك تحدي أن المجتمع مب قادر أن يستخدم هذه المنصات وأنت جالس تستثمر فيها. برجع نقطتها موضوع فقدان الوظائف. أنا آمن أن بيكون في فقدان للوظائف،
وأقول هذا الكلام وعارف أن الإعلاميين الأخوة والأخوات الإعلاميين الموجودين اليوم يعني يعرفون أنه يمكن شيء قد انتقد عليه أن أقول أنه بيفقد وظائفنا، ولكن فقدان الوظائف ولا خلق الوظائف يعتمد على شو؟ يعتمد على المنصة نفسها، سهولة استخدامها، يعتمد أيضا على رؤية الشخص لهذه التقنية. إذا اليوم طبلنا وقلنا أن الذكاء الاصطناعي سلبي وبيأخذ الوظائف ولا تستخدمونه، كل واحد في هذه القاعة وخارج القاعة بيقول أن الذكاء الاصطناعي عدولي، فما بيجرب ولا بيعرف أن يتعامل معها وبينكر وجود هذه التقنية. فمع الوقت اللي بيحصل أن القطار يعني عقارات الترين والليف the station، والشخص هذا ما بيكون جزء من المستقبل. ولكن إذا كانت رؤيتنا إيجابية أن نحن عارف أنه بتكون في وظائف يتم فقدانها، ولكن إذا مكنت كل شخص من هذه المنصات، كل واحد في هذه القاعة بيروم أنه ينتج 10 أضعاف اللي ينتجه شخص ثاني. شو اللي بيحصل؟ بتزيد عدد الوظائف الموجودة هني، وبتنقص عدد الوظائف في الأماكن الثانية اللي ينكرون استخدام هذه التقنية. أنت تشوف يعني وظائف بديلة، هي فرصة وبتطلع وظائف برأيك أكثر شوية، بس تل يعني في أشياء معينة أشوفها يعني مع وجود ذكاء اصطناعي فائق خصوصا، شلون يعني للحين أنا مو متصورها. أنا أشوفك أنت كإنسان قادر أن يتحكم في هذا الموضوع من خلال التشريعات. يمكن في المستقبل تحطون تشريعات معينة تضمن هذا الشيء ولا؟ وضعنا تشريعات عديدة دولة الإمارات، فعندنا تشريعات تعتبر الأولى من نوعها في العالم. مثلا بعطيك مثال، اليوم الناس يتكلمون عن تزييف العميل، والولايات المتحدة الأمريكية عندها انتخابات، فمن التحفظات اللي عند الناس والتخوفات اللي عند الناس أنه يتم استخدام نظم الذكاء الاصطناعي للتأثير على الرأي العام. ما عندهم ولا تشريع اليوم في الولايات المتحدة يقنن استخدام التزييف العميق أو نظم الذكاء الاصطناعي في الانتخابات، مو موجود. في دولة الإمارات قلنا بدل ما ننتظر هذا الشيء تستوي منه مشكلة، في انتخابات المجلس الوطني اللي حصلت العام الماضي أطلقنا تشريعات واضحة وتقنين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات. أنت بإمكانك أنك تستخدم النظم هذه، بالعكس نحن ساعات نحس أنه يمكن بتروم أنك توصل الرسالة بشكل أفضل إذا استخدمت الذكاء الاصطناعي في حملك الانتخابية. ولكن إذا بتستخدم الذكاء الاصطناعي، أول شيء لازم تسجل استخدام هذا الذكاء الاصطناعي عند الجهة الرقابية وتقولهم أنا تراني بستخدم هذه المنصة، وأيضا لازم تتعهد أنك ما بتستخدمها لمثلا التشهير بشكل سلبي ل خلنا نقول منافسينك، استخدامه للترويج لمحتوى خلنا نقول غير أخلاقي. فعندك تنظيم للاستخدام. فعندنا تشريعات في دولة الإمارات اليوم تعتبر الأولى من نوعها، وأيضا يعني تبين لك نضج الفكر في الدولة مقارنة بدول ثانية في مجال الذكاء الاصطناعي. روعة جدا، أنا ما كنت أعرف عن هالمعلومة هذه. طيب الحين أنت عندك قراءات للي قاعد يصير حول العالم وقاعد تشوف استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، هل في تجارب معينة ودك تكتبها إلى دولة الإمارات حتى يستفيد منها الإعلاميين؟ التجارب اللي شفناها، أول نقطة يمكن يعني في المرحلة الجاية إن شاء الله خلال الفترة الجاية بنشوف استخدام أكبر وأوسع لهذا الشيء. عندنا في دولة الإمارات اليوم أطلقنا تقريبا من 4 سنين كمبيوتر خارق أو سوبر كمبيوتر مفتوح لاستخدام المنصات الغير ربحية وأيضا للجامعات وأيضا الشركات الصغيرة المتوسطة، ورأينا أن العديد من الشركات تواصلوا معنا على تدريب خوارزميات تم تطويرها للذكاء الاصطناعي في الشركات هذه أو في الجامعات، وأيضا إطلاقها للمجتمع، وكانت تأثيراتها إيجابية. أتمنى أني أشوف منصة إعلامية تأتي بفكرة وتطور خوارزمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطلقها من دولة الإمارات. وعندنا بعض الأمثلة، يمكن كنت أتكلم مع سعادة الأخت منى المري اليوم، إذا أتكلم عن نفسي أنا يعني كشخص أو عن أي شخص موجود هنا اليوم، عندنا كم هائل من المقالات الإعلامية، فكل شخص يوصله مثلا 20 مقال 50 مقال أو عدد كبير. الوقت اللي عندنا يا محدود، كيف تقرأ 50 مقال؟ كيف تقرأ 100 مقال؟ وخصوصا إذا كنت أنت اليوم إنسان مشغول، بإمكاننا اليوم نطور نظام ذكاء اصطناعي يأخذ أي مقال يلخص لك إياه، يعطيك المخرجات، وأيضا يحلل لك
إذا هذه المقالة كانت مقالة يعني خلينا نقول left leaning right leaning أو في الوسط. أوكي. إنزين. هذا الشيء اليوم نحن محتاجينه كمجتمع. كل شخص في هذه القاعة محتاج إنه يعرف المقال هذه هل هي مسيسة، هل فيها محتوى خلينا نقول يمكن الشخص اللي يكتب المحتوى هذا عنده رأي مخالف للآراء اللي موجودة، أو هل المقال مفروض إنه يكون 700 كلمة؟ يعني بعض الأوقات بتشوف إن بعض المقالات طويلة جدا، ولكن المخرج منها إن شيء تعطل في المكان الفلاني بس فقرة واحدة. أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى. يمكن الكاميرا اللي موجودة هنا أبغى أراويكم شيء على هاتفي إذا تسمحوا لي، وإذا الشباب اللي ماسكين الكاميرات يرمون شوي يسوون زومين. عندي عيال اثنين، محمد وعبد الله الله يحفظهم. محمد عمره 5 سنوات وعبد الله عمره 3 سنوات، وتقريبا قد ما أقدر أحاول أني أقول لهم قصص في الليل، يعني قبل لا يرقدون أسير عندهم وأقول لهم قصص. ولاحظت أن مع الوقت قاموا أنهم يستنتجون القصة بتكون عن شو وكيف بتخلص القصة وبتنتهي القصة، فيملون. فحاولت أني أغير طريقة الطرح، قمت أستخدم الذكاء الاصطناعي. أظن تقدرون تشوفون بس تقدروا تزيد البرايتنس. أستخدم الذكاء الاصطناعي وأسوي لهم كوميك. فمثلا هم عندهم كلب شيبا إينو ويحبون سيارات معينة، فأقول لهم خلونا ننتج قصة مع بعض. فهذا هو محمد ولدي مع الكلب مع السيارة، هني القصة مثلا كان في واحد شرير وكذا، وي كرييت كوميكس عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. فمثلا هني يحبون الديناصورات، محمد وعبد الله في عالم الديناصورات والكلب تشوفونه هني، وكل يوم نغير الطرح ونغير القصة وينقذون الموقف ولا اليوم، وتأثيرهم يكون كبير جدا. هذا أنا وأمهم وهم وأنتم كرامة الكلب وصايرين حوط وإلى آخره. فقصص كثيرة وعديدة. لاحظت أن تأثير هذا الاستخدام البسيط للذكاء الاصطناعي عليهم تأثير كبير جدا. أول شيء كان في ردة فعلهم يوم يشوفون أنه والله أنا بتخيل شيء وبشوفه، بتخيل أنه والله القصة كانت أنه في ديناصور شرير ونحن ياسين ننقذ الموقف. من يشوفون رد يعني من يشوفون أن النظام هذا رجع بمخرج واضح ويمثل فكرهم آفاقهم تتوسع. ودي أني أشوف اليوم منصة إعلامية تطور محتوى حق الأطفال، محتوى إماراتي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وتطلعاتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. ودي أني أشوف منصة إعلامية أيضا اليوم تقدر أنها تخلق خوارزمية تساعد الناس على فهم اللي يحصل حول العالم. مثلا بدل ما أقرأ كل الأخبار اللي موجودة أدخل على منصة وسهلها سؤال، مثل ما أنت يارس أني أسأله شو استوى اليوم في العالم؟ والله استوى هذا الحادث في هذه الدولة، تم إطلاق هذا الشيء في الدولة الفلانية، أمور مثل هذه. إنزين كيف يأثر هذا الشيء علي أنا كشخص؟ ترى هذا هو بعد جزء من الإعلام، أن الواحد يكون واعي وفاهم المعطيات اللي حوله وفاهم أيضا تأثيرها عليه وفاهم الأبعاد المختلفة. فهناك أمور كثيرة نقدر نقومها اليوم الغرب يقوموها، أتمنى أني أشوفها في دولة الإمارات وأشوفها في الوطن العربي أيضا. ممتاز، روعة جدا. احنا باقي لنا اقل من دقيقة. سؤال، انت مع المخاطر الذكاء الاصطناعي؟ في ناس دائما تتكلم عن مخاطره ونهاية البشر وما شابه، او مع الفريق الاخر لا، الذكاء الاصطناعي يعتبر شيء خادم للبشر؟ كوزير في حكومة دولة الامارات انا ما اقدر اكون جزء من فريق او فريق اخر. اوكي. مسؤوليتي اني اكون واعي للمخاطر، وايضا اني اضع التشريعات اللازمة لمواجهة التحديات هذه، وأيضا مسؤوليتي تجاه شعب دولة الإمارات وأيضا الجيل القادم هو أن نمكنهم من استخدام هذه المنصات لجعل دولة الإمارات الأقوى والأفضل اقتصاديا، الأفضل والأقوى اجتماعيا، وإن شاء الله سياسيا. أشكرك الشكر الجزيل، يعطيك العافية.